ورجعنا لكم مره ثانيه مع نجم من نجوم النادي الاهلي اللي عودونا دايما وابدا على البطولات. النادي الاهلي دائما وابدا برموزه وبتاريخه وابطاله السابقين والحاضرين، وبطل من ذهب، بطل من ابطال النادي الاهلي في الاسكواش، وهي لعبه دائما وابدا عودتنا على انها بتفرز ابطال من ذهب. معانا ومعاكم على الهوا الكابتن مصطفى عسل، بطل العالم للشباب تحت 19 سنه في بطوله العالم بالهند. اهلا بيك كابتن مصطفى. ومعانا طبعا المدير الفني القدير ورئيس الجهاز كابتن ناصر زهران، بطل من ابطال النادي الاهلي في تاريخ الكبير اللي حصل قبل كده. مساء الخير يا كابتن مصطفى. ربنا يكرمك كابتن ناصر. نبدا مع حضرتك الاول ونقول صناعه البطل، وحاجه مهمه جدا جدا في ملعب الاسكواش، وهو ملعب دائما ابدا لياقه بدنيه عاليه جدا، بتتطلب ايه ان احنا نقدر نطلع بطل، يطلع لغايه بطل العالم؟ طبعا البطل العالم لازم الاول ان توفر له الامكانيات او المناخ المناسب على اساس نقدر نعمل بطل. لازم يكون عندنا ملاعب كويسه، لازم يكون مدربين كويسين، لازم في احتكاك كويس، منظومه كلها لازم تكون كامله ومتكامله من كل الاشياء اللي احنا قلناها ديت، بخلاف طبعا دعم مجلس اداره، نشاط رياضي، جهاز فني، كل العوامل دي طبعا هي بتساعد على صناعه بطل من ابطال السكواش. كابتن مصطفى وبطل العالم، وانا سعيد جدا ان انا معاك النهارده، حاجه مشرفاني جدا. قول لي وصلنا ازاي لبطل العالم؟ والله يعني قبل ما يكون مجهودي او مجهود كابتن ناصر وكل المدربين معايا الصراحه واهلي برضو ساعدوني كتير. مرنت جامد السيزون اللي فات، يعني السيزون اللي فات انا كنت واخد خامس عالم ساعتها. اشتغلت على نفسي ومع مدربيني وفتره فتره، الحمد لله ما خسرتش السيزون اللي فات ده كله، والحمد لله قدرت ان انا اوصل لبطوله عالم واكسبها الحمد لله. عملنا ايه يعني؟ احكي لي كده مشوار البطوله وانت لعيب بتحس البطوله صعبه، قريبه، سهله، وانت في الهند قاعد بتوصل لبطل العالم، قول لنا ايه الاحساس، ايه الشعور، قول للناس اللي بيحصل هناك. يعني انا كنت قلقان شويه الصراحه، ان انا كنت رايح اربع بطولات في الارجنتين وباراجواي وبرازيل، كنت قلقان شويه من مستواي، ان انا رجعت ريحت شويه وبعد كده كنت مرهق شويه، بعد كده رجعت، بعد كده رحت الهند بقى الحمد لله كابتن ناصر كان معايا هناك في البطوله وحاولت ماتش بماتش والحمد لله يعني في الاخر الحمد لله كسبت البطوله. طب انا بص، انا حاسس ان انت يعني مشدود شويه عادي عايزك تفوق لا عشان تقدر نتكلم، لكن هروح لكابتن ناصر. كابتن ناصر احكي لنا ايه اللي حصل، يعني ايه اللي حصل هناك؟ الناس عايز تعرف اجواء بطل العالم بتحصل فيه ازاي. احنا لما بدأنا جدا النادي يمكن التصور لينا ان كنا عايزين نجيب افضل لعيبه واحسن لعيبه على اساس انت عارف النادي الاهلي نادي المركز الاول، وقطعا طبعا النادي الاهلي بدأنا نبص مين اللعيبه المميزين اللي ممكن يجوا معانا، فاحنا كان نظرنا على مصطفى، ومصطفى يمكن كان لعيب مميز جدا، لكن هو يمكن كانش محظوظ مثلا، ما كانش كسب بطوله دوليه كبيره، يعني بريتش اوبن بيوصل فاينل وبيوصل سيمي فاينل كوارتر فاينل، وكان بيحصل له عدم توفيق، فاحنا كان عندنا قناعه جدا وانا شايف بالعين بتاعتي وبعين المدربين اللي معايا ان مصطفى دي خامه كويسه جدا وهيجي منها، وبناء عليه حصلنا على توقيع من سنتين. من ساعه ما دخل النادي الاهلي لازم تعملوا برنامج عالمي على اساس كان المنظور بتاعنا ان احنا ده لازم يكون بطل العالم القادم، واحنا كنا باصين له كده فعلا يعني. عملنا له تدريبات مكثفه جدا، بدا المدرب عنده اثنين مدربين، الكابتن محمود عبد القادر والكابتن اسلام، مع الكابتن الدفراوي الفتنس. فبدانا نعمل له، بدانا نجهزه، نقول له لازم تروح يلعب بطولات دوليه زي ما قال، هو راح الاورجواي الارجنتين وكولومبيا تقريبا يعني، فعمل فيهم اربع بطولات، تصور اربع بطولات 17 سنه رجال، يكسب منهم ثلاثه ويخسر واحده في الكوارتر فاينل. فدي اول طفره او يمكن اول لاعب في تاريخ العالم يروح اربع بطولات يشارك فيهم، هو لسه مشارك في الاتحاد المحترفين، يكسب ثلاث بطولات، نط من المركز ال 500 الى المركز ال 71. ما شاء الله، يعني جود جامب زي ما بيقولوا، يعني جود جامب يا مصطفى فعلا. لكن كان عندك حكايه في بطوله انجلترا، كان دايما فيها مشاكل، فعايزين نقولها بسرعه ونخش على البطولات بتاعتك وتسرد كده معانا تاريخ بطولاتك اللي حصلت عليها قبل كده. لا قول لي مشكله انجلترا معاك. مش عارف يعني، من اول سنه تحت 13 كانت حاجه حلوه في الاول، كنتش عشان يعني ما كنتش بوصل وكده، مره واحده لقيت نفسي في الفاينل هناك، بس يعني ما توفقتش في الفاينل كويس،
بس بعديها السنه اللي بعديها برضو ما توفقتش الفاينل، السنه اللي بعديها سيمي فاينل، السنه اللي بعديها برضو كوارتر فاينل، فما كنتش متوفق خالص فيها يعني. بس الحمد لله يعني من ساعه ما جيت الاهلي بعديها خدتها تحت 17. يعني مش الاهلي حلو عليك؟ اه لا حلو عليا ان شاء الله السنه دي كلها. مصطفى قول لنا بطولاتك وانجازاتك وتاريخك في البطولات، البطولات الصعبه بالنسبه لك اللي كنت فيها بطوله كانت صعبه بالنسبه لك. والله احنا السيزون ده جربنا حاجه تانيه جديده ما جربتهاش في حياتي قبل كده، ان انا اخش مرحلتين يعني سن 17 سنه و 19 سنه. كابتن ناصر الصراحه قال لي عليها وعشان اعمل رانك في دي ودي، هي فادتني كتير الصراحه 17 و 19 دي، مع ان كنت بقول له ساعات كوتش مش قادر كده، بس لا يعني جربت مثلا اخشها 6 مرات او 7 مرات 17 و 19، والحمد لله كسبتهم كلهم السيزون ده، دي اللي خلتني يعني ابقى كويس. وطبعا مع كابتن محمد ضفراوي عملنا يعني شغل كويس. شغل كويس. مصطفى لازم نقول ان لما تيجي تلعب لعبه بتكون باصص لقدام، بتكون باصص لرموز موجودين في تاريخ اللعبه دي. قول لي كنت مين الهدف عندك؟ مين اللي كان يعني نقول عليه مثلك الاعلى في اللعبه دي؟ صراحه جانشر. جانشر كان حاجه يعني ما حصلتش الصراحه، لما بشوف الحاجات اللي عملها يعني ببص كده. لعبته في الملعب يعني شفته هو بيلعب؟ شفت ماتشات ليه على اليوتيوب وكده، لكن ما حضرتوش الصراحه. قول لي مين في مصر؟ مصر ده من اول شبانه وشرباجي ورامي صراحه يعني حاجه مشرفه جدا. كابتن ناصر فعلا حاجه مشرفه جدا. ابطال السكواش عندنا حاجه مشرفه فعلا في مصر، واغلبهم اعتقد اكثرهم من النادي الاهلي، لكن زي ما عندنا اولاد عندنا بنات، وعندنا امينه عرفي وهي كسبت بطوله هونج كونج وتيجي تحت 13 سنه. احكي لنا عن بطوله هونج كونج وقول لنا ازاي بنوفق اولاد وبنات وبيشاركوا البطولات ازاي اللفه دي. هو بس تسمح لي برضو في المناسبه ديت ان انا يمكن لازم نشكر شخصيه مجهوله وهي كانت سبب رئيسي في انضمام مصطفى وامينه عرفي للنادي من نادي الجزيره الى النادي الاهلي، هو المهندس اسماعيل فاروق. كان ليه دور كبير جدا معانا في خلال الفتره اللي فاتت ديت يعني بصراحه، وكان سند كبير لمصطفى، كان يمكن عقده يخلص 30/6 السنه دي، وكان بعض الانديه زي وادي دجله ونادي بلاك بول راحوا وخدوا عقود فاضيه وعشان يمضوا عليها، لكن المهندس اسماعيل ومع اصرار مصطفى ان هو يستمر في النادي الاهلي كانت ليها الاثر كبير. اهلاوي برضه؟ اه طبعا. صح، قلت لي ان هو اهلاوي. اهلاوي جامد يعني، اهلاوي بيشجع كوره جامد. كان يعني معجب جدا بالكابتن الخطيب يعني، بشوف برضه على الافلام القديمه بتاعته الوجيهات. تمام. امينه عرفي طبعا ديت لسه منضمه لينا حوالي شهرين دلوقتي، برضه عن نفس اللي عملناه مع مصطفى عملناه مع امينه، اعداد بدني واعداد فني على مستوى عالي جدا. تمرين مكثفه صبح وبعد الظهر. زي ما قلت انا مصطفى لما جاء البطوله دي بطل عالم هيبقى جاي ان شاء الله، انا بقول امينه عرفي بطل العالم جاي ان شاء الله. بالنسبه للبنات او الناشئات حاجه طفره كبيره جدا في عالم الاسكواش، كل راحت هونج كونج الناس كلها كانت في حاله اعجاب وذهول من مستواها، بنت 11 سنه وتكسب 13 سنه. وعلى فكره مصطفى وامينه عملوا حاجه ما حدش واخد بالها منها خالص. لا قول لنا عشان نبقى عارفين بقى. البطولتين كسبوهم ومفيش حد خسر شوط فيهم. ما شاء الله. كل صعبة. المباريات انتهت 3-0، جدا 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 ان لاعب يكسب بطوله عالم ويكسب كل ماتشاته 3-0 بما فيها ماتشات الفردي والفرق. ولا شوط يخسر. ولا شوط خسر. ولا شوط ما شاء الله. ما شاء الله. دي حاجه برضه. امينه عارف نفس المنهج بتاع مصطفى يعني. ازاي نوصل للمرحله دي؟ ده لياقه بدنيه عاليه جدا، عارف لياقه بدنيه مش طبيعيه. في حاجه ما شاء الله يعني. في حاجه بتزرع لما لعيب يخش في النادي الاهلي بتحط له حته التحدي والاراده. دي سمه من سمات لعيب النادي الاهلي. فهو بناء عليه مصطفى لما جه كان عنده كل حاجه، بس انا عايز كانت الاراده والتحدي بتاعه يزيد شويه. ولما بيلعب باسم كبير زي اسم النادي الاهلي دي حاجه بتخلي الخصم بتاعه اصلا يخاف من اسم النادي الاهلي. اشتغلت على الموضوع ده يا كابتن محمد؟ طبعا لازم تشغل عامل نفسي كبير جدا للاعب، ولازم تحسسه ان هو بيلعب في نادي ذو قيمه ونادي كبير جدا، وزي ما بنقول احنا النادي فوق الجميع. طبعا فعلا النادي فوق الجميع في كل حاجه ما شاء الله. مصطفى مع بطل عالم والدراسه ازاي بنوفق؟ وازاي نقول للناس او نقول للشباب الصغيرين اللي طالعين بيشوفوا بطل عالم ازاي بيوفق بين الاثنين؟ يعني صراحه انا كنت في الاول في الجزيره انا كنت بذاكر في العربيه يعني ما كانش في وقت خالص ما بين التمارين والبطولات،
ويعني حاجات كتير، وكمان السكولرشيب ممكن تديك ان هو تسافر بره وتاخد منح دراسيه بره، سكولرشيب في هارفرد وحاجات كتيره. في ناس بتوفق ما بينهم وتروح هارفرد وكده، وفي ناس بيقعدوا في مصر. بيقعدوا في مصر، لكن انت شايف ان مفيش مشكله ان انت بطل عالم وفي نفس الوقت يبقى ناجح دراسيا؟ لا لا، مفيش مشكله خالص. يعني مروان طارق هو بطل عالم السنه اللي فاتت وتاني عالم السنه دي ما شاء الله عليه الصراحه، راح هارفرد السنه دي. فعادي جدا يعني ان هو يوفق بين الدراسه والسكوش، بس في ناس بتختار كده وفي ناس بتختار كده، بس برضه في الدراسه يعني بيقعدوا في مصر وكده. قول لي يا مصطفى، النهارده بالنسبه لي احتراف الخارجي او اللعب الانديه الاوروبيه، يعني انا بشوف دايما في العاب الفرديه ان هم يلعبوا في النادي الاهلي ويلعبوا في دوريات عالميه، قول لي ايه الاخبار؟ والله انا يعني جالي عروض كتير من انديه في هولندا وفي المانيا، وكنت بظبطها ان انا اشوف برضو وقتي امتى وكده، عشان انا عندي بطولات محترفين تاني رجال ان شاء الله في شهر 9. فهم كلموني وقالوا لي عايزين نلعب دوري الالماني هناك، فيعني قالوا لي لما تكون فاضي وكده، فقلت لهم ماشي. كابتن ناصر، في اضافات كتيره لفرق النادي الاهلي، وعندنا صفقات جديده وعندنا لعيبه كبار في النادي الاهلي، لنا اخبار الصفقات الجديده ايه للنادي الاهلي؟ والحمد لله، يمكن كابتن رفعت عبد القادر نشاط رياضي ورئيس ومجلس اداره بقياده كابتن الخطيب، طبعا يعني كانوا عامل رئيسي في انضمام بعض اللعيبه المميزين جدا في الانديه الاخرى، بس هذكر بعض الاسماء وخايف ان انا انسى بعض الاسماء، بس عندنا علي التوخي، عندنا ناصر عبد المنعم، سيف عبد المنعم، مين تاني، امين عرفي جات لنا، في نور رامي، في مين تاني، حازم، مين حزازه، مين حزازه، محمد مصطفى حزازه، مين حزازه بقى، حزازه ده اسم شهره ولا ايه؟ ده هو عمل انكاز، هو اسم شهره حزازه. لكن في هو دوت انضم لينا، هو حزازه دوت، ويعني حزازه ولا حزازه؟ لا حزازه، بس عشان حزازه حزازه زمان بيضحك علينا دلوقتي. هم الثلاثه دول على فكره برضه عملوا انجاز كويس للنادي الاهلي في بطوله هونج كونج، يعني الحمد لله النادي الاهلي الناس اللي انضموا لينا سبعه منهم كانوا في المنتخب بتاع مصر، مسافرين في كوريا ماتش ودي مع كوريا، ومسافرين بطوله هونج كونج. عندنا الثاني والثالث والخامس تحت 15 سنه في بطوله هونج كونج من النادي الاهلي، ما شاء الله. فده انجاز بالنسبه للنادي الاهلي، اللي هم ميد محمد نصر عبد المنعم وحزازه ويوسف عبد الفتاح، دول عملوا لنا نتائج جديده جدا الحمد لله. انا بقول اللي احنا جبناهم جديد، احنا هدفنا النادي الاهلي من سنتين او ثلاث سنين كنا بعيد قوي عن المنافسه، اننا كان عندناش ملاعب، كنا بنتمرن بره، ده بالعكس احنا انا كناصر زهران انا باجي بكمل المسيره اللي الساده الافاضل المدراء الفنيين اللي قبليه عملوها، انا باجي وهيجي ناس بعديها تكمل وهكذا الى اخره. فطبعا احنا بنكمل او احنا في النادي الاهلي كتيم ورك مع بعض، بنسلم لبعض واللي بيجي بعدينا بياخد اللي بعدينا وهكذا. طبعا يعني ده كابتن، يعني دايما روح النادي الاهلي هي اللي بيقول اجيال بتسلم بعض واجيال متعاقبه، ودائما ابدا ماشيين في التراك اللي هو تراك البطولات وتراك الفوز بالبطولات. مصطفى قول لي، في بطوله العالم اللي فاتت ايه اصعب ماتش اللي انت يعني داخل الماتش وجوه الماتش قلت انا ممكن اخسر الماتش ده؟ دور الثمانية مع مين؟ مع ولد اسمه ليونيل كارديناس. كويس. كان كسبان اول شوط 10-7. عايزك تحكي للناس اللي جوه مش اللي بره، يعني عايزك تحكي من جوه. كواليس كواليس من جوه. لا طلع عليا فجأة في السكور، وكنت مش مظبط خالص، والملعب كنا بنلعب في مول كده، فلسه اول ملعب في دور الثمانية، فلسه مش متعود على الملعب وكده. فانا لعبته قبل كده في الارجنتين برضه، هو عنده 18 سنه ولعب بطوله من رجال محترفين، لعبته في سيمي فاينل. فلا يعني عندهم فيتنس عالي قوي، بس الحمد لله قدرت يعني انا اول جيم اكسبه 12-10. كنت خسران جوه الجيم ده؟ كنت خسران 10-7. 10-7 10-7. الفرق نقطتين، يعني ناقص نقطتين والجيم يخلص؟ لا ناقص نقطة. ناقص نقطة، سوري. 11 بيخلص 11. ناقص نقطة واحدة والجيم يخلص، وأنت مصمم اللي كان كابتن ناصر بيقول عليها، عندك تحدي وإرادة إن أنت تجيب الموضوع إزاي؟ ده كل الماتشات كانت كده، يعني هي كانت بادية معايا من أول ماتش 12-10 13-11، كانت مش مبشرة خالص الصراحة. من أول يوم كانت 13-11 وبعد كده، بس بتبقى في جيمات يعني ممكن جيم يخلص 11-6 11-4 13-11. قول لي الصورة اللي على الشاشة دي، احكي لنا حكايتها. هي اللي كانت في الملعب قالت لي اختار واحد يعني يجي يعمل معاك أي حاجة.
فرحت انا جاي كابتن ناصر وكابتن احمد المطعاني وكلهم وراح شالوني بقى. كابتن ناصر قول لي استعداداتنا للموسم الجديد. طبعا احنا يمكن هو النادي اللي هو المسيطر بقى له 5 سنين على السكواش في مصر هو نادي وادي دجله. طبعا دوت بسبب ان هو التعاقدات اللي عملها كتير جدا خلال ال5 سنين دي مع اللعيبه. ما كانش في اي نادي خالص منافس ليه او كله كان بعيد عنه. احنا السنه دي النادي الاهلي بدانا نخطط عايزين نقرب. يعني السنه اللي فاتت هو كسبان الدوري بفارق او حوالي 10 نقط بعيد عن المركز الثاني. فالسنه دي احنا الحمد لله التعاقدات اللي عملناها ديت استعدادا للموسم الجاي هنكون منافس شرس جدا لنادي وادي دجله. وعود الناس ان مرحله ان احنا بدانا نبني الناشئين الاول بعدين السنه الجايه ان شاء الله الناشئات. فبدانا ستيب باي ستيب عشان موسم التسجيلات والتعاقدات بيديك عدد محدد من اللاعبين بيتنقلوا. فطبعا احنا بنانا عملنا فريق ناشئين جامد جدا دلوقتي الحمد لله. ممكن نكون باذن الله ناخد نحصل على الدائره بتاع الناشئين ما شاء الله. الناشئات احنا هننافس وهنبقى في الصوره من اول احسن 3 ان شاء الله برضو باذن الله. احنا الرجال بس هو ده اللي ناقصنا شويه ان احنا نحسن الفريق. دلوقتي احنا حاولنا نتعاقد مع لعيبه مميزين زي رامي عاشور وزي مروان الشرباج والناس دي لكن هي ما عندها تعاقدات مع الانديه بتاعتها واحنا بنحترم التعاقدات ديت. فان شاء الله في السنه الجايه تكون التعاقدات ديت نقدر نتعاقد معاهم ونجيب لعيبه مميزين ان شاء الله. هتاخدني في حته وهي مدارس السكواش في النادي الاهلي وده اللي يهم اعضاء النادي الاهلي واولاد النادي الاهلي. قول لي مدارس السكواش ايه الترتيبه بتاعتها وبتوصل لايه عشان نطلع للفرق الرياضيه والمنظومه شغاله ازاي في المدارس السكواش؟ احنا عندنا حوالي من 150 الى 200 لاعب في المدرسه دلوقتي الحمد لله. انا لما جيت ما كانش فيه ولا لاعب من المدرسه صعد الفريق. بدأنا نجيب بعض اللعيبه صغيرين من الانديه الاخرى على اساس يبقى عندنا احتكاك بين اللعيبه ابناء النادي العاملين والمدرسه. وبناء عليه احنا يمكن السنه دي اول مره في تاريخ النادي الاهلي يصعد حوالي 10 لاعبين من 11 سنه ان كانت بنات او اولاد في الفريق النادي. ومن كتر الاولاد كان في اكتر كده كمان بدأنا نعمل فريق تجهيزي وتجهيز للفريق الاصلي. والحمد لله انا شايف الدنيا ماشيه كويس جدا. مدارس السكواش شغاله على اعلى مستوى دلوقتي الحمد لله وبتجتذب ناس جديد جدا 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 جدا. وهتبص ان شاء الله ابناء النادي وابناء النادي العاملين بوعيدهم والموسم الجاي هيكون فريق 11 سنه كله من ابناء النادي باذن الله. خلاص مش ناوي تجيب حد من بره خالص؟ هيبقى حاجات بسيطه جدا واحد او اثنين لكن كله هيبقى من ولاد النادي. مصطفى سؤال مهم. البيت الاسره العيله العيله وعيله العيله. قول لي حد بيلعب سكواش؟ يعني ايه اللي وداك بلعب سكواش؟ ايه اللي وصلك بلعب سكواش؟ الصراحه اللي فضل كده عمي. عمي انا كنت يعني كنت بلعب كوره وفجاه كده كان عندي اجازه من المدرسه 4 شهور فروحت رايح قاعد معاه شهرين. قعد معاه شهرين هو كان في دجله وكده كان بيمرن كل الفريق البراعم. فكنت رايح العب كوره في نادي وادي دجله. تعرف تلعب كوره؟ اه كويس كويس يعني؟ يعني كنت كويس. عشان فروحت معاه اتفرجت على اول ماتش كان بطوله جمهوريه كان فاينل بطوله جمهوريه كان انا حظي ساعتها. فقلت له انا عايز اخش عايز العب يعني. كنت ساعتها متاخر يعني دخلت ابتديت متاخر كان 9 سنين 9 سنين وفي الاسكواش بيبداوا 6 5 7 متاخره في الاسكواش ده صغير صح؟ 6 و7 سنين طبعا. بس فابتديت في اللعبه اتمرنت واحده واحده قرفت منها شويه وبعد كده بعد كده رجعت لها رجعت تاني. كانت في الاول كانت صعبه جدا يعني انت عشان تمسك المضرب وتقعد تمسك المضرب كده ويعلمك سوينج كده لا كانت حاجه يعني مش طبيعيه. بس بعد كده بقى بتبقى حلوه يعني بعد كده بعد كده في مكسبها في مكسبها طب يعني في المكسب حاجه والتدريبات بس الاسكواش فيها ستايل بقى ووقفه وفوت ورك وحاجات كتير قوي في الجزء البراعم ده لازم يطلع عليها عشان يعني كل حاجه بتعتمد عليها. لعبت مع كابتن ناصر قبل كده؟ لا ملحقنيش خليت شايفني على فكره. كابتن ناصر يعني فعلا نتائج مشرفه وحاجات جميله الدعم اللي بيتقدم من النادي الاهلي او من مجلس اداره النادي الاهلي.
لا دعم كبير جدا 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 حقيقي، يعني ان الله يكون في عون كابتن محمود رئيس النادي والاعضاء مجلس الاداره والنشاط الرياضي. انا حاسس عبء وحمل كبير جدا عليهم، وخصوصا النادي الاهلي انت عارف بطل في كل الالعاب، فدي بتبقى مش مطلوب منك زي ما قال الكابتن خطيب في حفل التكريم الاخير. النادي الاهلي بيبص احنا مركز اول تاني يعني زي اخير، فدوت والمهازه المنطقة احنا ماشيين عليه. طبعا النادي الاهلي لو انت ما طلعتش اول مش هنبص لك انت فين، دي حقيقه. فطبعا هم بيدعمونا جدا جدا جدا، عاملين لنا تعاقدات مع لعيبه جداد، عاملين لنا سفريات للعيبه خارج مصر كويس. جميع المستلزمات اللي احنا عايزينها في الرياضه في لعبه السكواش ان كانت ادوات او الى اخره، هم جهاز فني. يمكن الحمد لله عندنا العدد الجهاز الفني 20 فرد في الجهاز الفني، وده اول مره تحصل في تاريخ الاسكواش يكون هذا العدد، ومحدد مدرب لكل فريق. كل الحاجات ديت بصراحه يعني انا بشكر من خلال قناه الاهلي كابتن محمود الخطيب ورئيس مجلس الاداره والاعضاء والكابتن، وخشور خاص لكابتن رفع عبد القادر سند لينا كبير جدا يعني، هو بيوصل مع كابتن رفع انت عارف يعني من الالعاب الاخرى طبعا يعني، يعني من الالعاب فاكيد سند لينا جامد يعني. هو انت عارف يعني هو راجل خد السلم التدريبي من اوله لغايه وصل الى رئيس جهاز، يعني حاجه فحاسس بالمعاناه اللي بنعانيها احنا كاجهزه فنيه، فطبعا بيوصل كل صغيره وكبيره لصالحنا الى مجلس الاداره وبيوفق فيها الحمد لله. قول يا مصطفى يعني هنوصل لفين؟ احنا بقينا بطل عالم الكاس الجميل ده، احكي لنا حكايته وانت رافعه، ايه اللي حصل؟ لا يعني شعور صراحه كان صعب يعني اول ما كسبت الماتش ما صدقتش الصراحه، مع ان يعني كنت حاسس بيها ان هي هتيجي ان شاء الله يعني ان شاء الله، بس ما صدقتهاش ساعه لما كسبت الصراحه ورفعت الكاس يعني. قدامنا مدريدين دي فدي والتانيه فرق ما شاء الله، كسبت فردي وكسبت الفرق، كسبنا فرق الحمد لله. كسبنا الاثنين. طب طموحنا رايح لفين؟ ان شاء الله السنه دي بحاول يعني ابقى من 30 على العالم في الرجال، بحاول ان شاء الله يعني من هنا ان شاء الله من 9 لشهر 5 اعمل حاجه، وبعد كده ان شاء الله واحده واحده بقى نخش بقى في الحته اللي هي من 30 ل 10 الحته دي. قول لي يا كابتن دلوقتي انا عارف ان الترتيب في العشر اوائل في العالم في ناس مصريين كتير جوه الترتيب بتاعنا. طبعا احنا مسيطرين على السكواش يعني، انت يا كابتن عبد الرحمن حضرتك كابتن خالد السكواش المصري مسيطر على ناشئين نشات ما شاء الله رجال سيدات اول عالم يعني، ما حصلتش في بلد او في اي لعبه من الالعاب مسيطر على هذه السيطره زي ما مصر مسيطر عليها. فطبعا عايز اقول احنا الرجال بتوعنا او السيدات او اول تاني تالت عندنا الشرباجي واحد، وعندنا علي فرج، وعندنا طارق مؤمن، وعندنا كريم عبد الجواد لاعب الاهلي عندنا من 8. قول لي رايك مصطفى هيكون امتى باذن الله، نتمنى النهارده قبل بكره، هيكون امتى جول 10؟ لا انا متوقع له ان شاء الله ان شاء الله خلال من سنتين الى ثلاث سنين هيكون جول 4 مش ال 10، جول 4 ان شاء الله. مصطفى كلمات اخيره عايزك تقولها وتقول للنادي الاهلي ايه؟ الصراحة أحب أشكر كابتن ناصر وكل الجهاز الفني كابتن محمود عبد القادر وكابتن إسلام و مفيش حد كابتن محمد وكابتن محمد دفراوي يعني عمل معايا حاجات كتير الصراحة، وطبعا نشكر أنكل إسماعيل فاروق يعني كان هو السبب إن أنا أجي الأهلي يعني ما كنتش عايز أمشي من الجزيرة الصراحة في الأول، وبعد كده كابتن ناصر جه قعد مع كابتن أنكل إسماعيل والحمد لله يعني رحت الأهلي وبس يعني. آخر كلمة توعدنا بإيه؟ إن شاء الله إن شاء الله أجي لك وأنا أول عرب رجال هنا يا رب يا رب أتمنى ده، ودي حاجة تسعدنا وحاجة مشرفانا. كابتن ناصر النهارده شرفتنا ونورتنا، ويعني سعداء جدا جدا إن حضرتك موجود معانا النهارده. يعني مش هنتكلم على ملعب سكواش اللي بيحصل جوه ملعب سكواش، المكسب حاجه بتكسب الكابتن عباس قعود وكل الاخوه الزملاء اللي معاك، لكن نتمنى باذن الله ان انت نشوفك في وقت تاني ويكون فعلا مصطفى معانا بطل عالم. شكرا جزيلا جدا جدا كنت معانا النهارده. انا اشكرك جدا جدا، وبرضه زي ما قال مصطفى انا اشكر جميع افراد الجهاز الفني، مش عايز اقول واحد معين لكن الجهاز الفني والجهاز الطبي والاداري على كل اللي عملوه معانا خلال الفتره اللي جايه ديت طبعا، ويا رب طبعا نعيش افراح على طول مع النادي الاهلي يا رب.
الف مبروك. الله يبارك فيك. الف مليون مبروك. شكرا لحضرتك. انتظرك ان شاء الله وهنستناك وهنفرح كلنا ان تكون بطل عالم باذن الله قريب. مصطفى فخر النادي الاهلي وان شاء الله تكون باذن الله قريب جدا على منصه تتويج ان شاء الله. شكرا لحضرتك. في نهايه الحلقه بنشكر كل الساده الزملاء الكابتن عبد الحميد حسن والكابتن امير، وانتظرونا من السبت الخميس وبرنامج الاهلي الليله. شكرا لكل جماهير الاهلي، استنونا يوم السبت باذن الله، والى لقاء تاني ان شاء الله.